حياكم الله مشاهدي الأحبة في هذه الحلقة من حصاد الأيام. تواصل إسرائيل مجازرها التاريخية في غزة المحاصرة، مجزرة جديدة صادمة ومتجرئة، ضحاياها مصابين من ضربات صادمة وشملت الدمار والنار، ونازحين من الموت المحقق ليكون لهم ألم إضافي في الحياة قبل انتقالهم للرفيق الأعلى، شاهدين على جرائم الكيان المؤقت، جرائم تجاوزت حدود المحرمات الدولية المتعارف عليها لدى البشرية منذ فجر التاريخ. فمن بين الركام إصبع على الجراح، فالدم الفلسطيني مستباح في ظلم الزحام، غير أنه فرصة لتمهيد القيام، فقد طفح الكيل كل الكيل وجفت الأوراق والأقلام وحان وقت النصر، هو عدل بل وحق لا انتقام. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة، في مشهد يعكس عمق الصلافة الغربية، وبعد ساعات من مذبحة مستشفى المعمداني، وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن للقاء رئيس وزراء الكيان المؤقت في زيارة استثنائية لتأكيد التضامن مع إسرائيل، وهي تخوض أشد أيامها مرارة على الإطلاق. واشنطن وفي زيارتها دفعت تهم المذبحة عن الإدارة الإسرائيلية، وأعصبت هذه التهمة بالمقاومة الفلسطينية درءا للنتائج المترتبة على تل أبيب. بايدن ومن مؤشرات محاصرة حليفه حتما قد وجه أسئلة صعبة له عن مصير إسرائيل بروح الصديق العميق، واتفقا على استكمال مخطط تعميد الأرض بالدم الفلسطيني، ولتكتمل فصول الإبادة احتسيا القاتلان نخبا من الأكاذيب بصحبة عالم متخاذل. هذين ملفين راح نتابعهم ضمن حصادنا لهذه الليلة، تتفضلوا البقاء ويانا ومتابعتنا. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة بهذا الملف، أرحب بضيفي الكريمين في الأستوديو، الدكتور فراس الياسر عضو المجلس السياسي لحركة النجباء، أهلا بك دكتور فراس، وكذلك عبر سكايب الأستاذ محمد عبد الهادي الناشط المجتمعي ينضم معنا من غزة. وصول الاحتلال لنقطة استهداف المنشآت الصحية سيد محمد عبد الهادي، والإغال أيضا في استهداف المدنيين، ماذا يعكس وماذا يدلل من تخبط؟ هنالك محاولة إجبار سكان غزة، أم المقاومة على خيارات معينة، أم تغطية على هزيمة مدوية في عملية طوفان الأقصى؟ مساء الخير، يعطيك الف عافية. يمكن احنا بقطاع غزة نعيش اليوم 12 على التوالي حرب إسرائيلية بلا حواجز، تقتل الإنسان والحجر وتقضي على كل شيء له علاقة في القطاع. بما يتعلق باستهداف المدنيين الآمنين في بيوته ومستشفيات وفي كل مكان، فإن هذا الأمر يعكس حالة الأزمة التي تعيشها هذه الدولة، حيث ارتكبت في قطاع غزة حتى الآن 433
غزه بحق عائلات باكملها، راح ضحيتها 2421 شهيد، هذا وفق اخر الاحصائيات والارقام الموجوده في قطاع غزه. حتى الان لدينا حوالي 3478 شهيد واكثر من 12000 اصابه، كما ان ال 24 ساعه الماضيه شهدت مجزره في مستشفى المعمداني، وكان ضحيتها اكثر من 600 شهيد او لحتى الان 471 شهيد، ولكن في هناك حالات خطره جدا. هذا الامر بصراحه اضافه الى حاله الحصار الموجوده حاليا في غزه، لا وقود، لا ماء، لا هواء، لا كهرباء، لا شيء في غزه. يحاول الاحتلال بهذا الشكل ان يهجرنا من اماكن سكننا وتواجدنا ويدفعنا بالخروج من قطاع غزه. طبعا كما تعلمون بانه طلب من سكان شمال قطاع غزه بالخروج الى المناطق الجنوبيه. نعم. طلب من اكثر من مليون مواطن الى الخروج الى المناطق الجنوبيه، ولكن ما زال في المناطق الشماليه حوالي 600000 مواطن ما زالوا صامدين في تلك المناطق، وعدد النازحين ربما لا يتجاوز 400000 مواطن. هذا هو الوضع في قطاع غزة حتى اللحظة من استهداف كل شيء في القطاع. أكلمكم حاليا والاستهدافات حولنا من كل مكان، يعني نحن نجلس في الغرفة نفتح الباب، الأطفال معنا والشبابيك مفتوحة خوفا من القصف في أي لحظة. في أي لحظة يمكن أن يكون هناك قصف في قطاع غزة. لا يوجد أي مكان آمن، يعني هو طلب من الناس الذهاب إلى المناطق الجنوبية. هناك مجازر ارتكبت في عائلات كاملة خرجت من المناطق الشمالية للمناطق الجنوبية. سنأتي إلى هذا الحديث أستاذ محمد، ولكن دعنا نبحث بحيثيات هذه الأحداث. دكتور فراس حياك الله مجددا، حياكم الله. نتحدث عن توقيت هذا الاستهداف، هل به رسائل معينة؟ يعني قبل ساعات من زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل حدث هذا القصف الشنيع واستهداف مستشفى المعمداني. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير عليك أستاذ أحمد وعلى مشاهدي قناة مساك الأيام. الله بالخير حياتي. ابتداء حقيقة نعزي ذوي الشهداء الذين سقطوا جراء الاعتداءات الظالمة على شعبنا في فلسطين وعلى الخصوص في غزة، ونسأل الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان فيما يجري. حقيقة كان من المفترض، وكما كانت الأخبار تتحدث عن إمكانية يعني هذا اليوم إقامة تجمع أو إقامة مؤتمر أو إقامة قمة إن صح التعبير ما بين دولتين مطبعتين الأردن ومصر، وبحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن مع وجود السلطة الفلسطينية وبمعية الأردن المحتضنة لهذه القمة. تم إلغاء هذه القمة بعد هذه الضربات التي تعرضت لها مستشفى المعمداني ويعني مؤسسات أخرى في غزة. حقيقة ما زال الكيان الصهيوني يعاني الصدمة الكبيرة جراء عمليات 27 الأول، والتي كانت بكل المعايير هي صدمة، شكلت صدمة كبيرة لدى القيادات السياسية والأمنية والاستخبارية في الكيان الغاصب، بل حتى لدى القيادات الأمريكية التي لم يخطر في بالها أن تقوم المقاومة الفلسطينية وعلى الخصوص حماس بهذه العملية الدقيقة التي استطاعت أن تغزو ما يقارب 20 مستوطنة واقتحمت 4 قواعد مهمة. كانت حصيلة إحدى القواعد جمع معلومات كبيرة، ربما هذا أيضا أثار حفيظة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية عن وجود معلومات كبيرة كانت في إحدى هذه القواعد حصلت عليها حماس. ومن ضمن هذه ما حصلت عليه من معلومات كانت خطط لغزو وكيفية اجتياح غزة. فبالتالي هذه المقدمة وهذا الذي جرى على الكيان الغاصب، من ايضا استمرارية الضربات، يعني كان يعول ان تكون المقاومة الفلسطينية لديها استدامة للقتال لا يبلغ 10 ايام، ولكن ما جرى ان لحد هذه اليوم هنالك رشقات صاروخية وعمليات تقوم بها المقاومة الفلسطينية
في تل أبيب وفي محيط أو غلاف غزة. هذا الذي جعل وعجل من مجيء بايدن إلى الكيان الغاصب. حقيقة هذه المظلومية الكبيرة التي يعاني منها أبناء المجتمع الفلسطيني وعلى الخصوص غزة لم تلقى أي حضور من قبل المجتمع الدولي الذي أقر القانون الدولي الإنساني في مواده 18 و19 والذي يحظر استهداف المنشآت الصحية ويعدها جريمة حرب. أيضا يعني لائحة لاهاي وأيضا ما ورد في المحكمة الجنائية الدولية والتي أكدت في المادة 8 على ضرورة حماية المنشآت الصحية، هذا ما كانت تقوله المقاومة الإسلامية في العراق وأيضا قيادات المحور، إن الغرب ليس لديه سوى عملية التوحش والقتل والإبادة. هذه الفلسفة التي يحملها الغرب وهذه العقلية التي يستعملوها ويتعاطون مع الساحة الإسلامية أثرت بشكل كبير ودفعت المقاومين في فلسطين بل حتى المقاومين في الساحة العراقية. يعني أعلنت المقاومة الإسلامية عن استهداف قاعدة عين الأسد واستهداف قاعدة الحرير بطائرات مسيرة، ولا أستبعد كما حذرت المقاومة الإسلامية بشكل عام في العراق، حذرت على لسان كثير من قياداتها على أنه إذا ما تطورت الأحداث في غزة سوف نستهدف المصالح الأمريكية بل المصالح الغربية في المنطقة. وربما هذه الرسالة التي جاءت يعني مساء أمس باستهداف قاعدة عين الأسد وقاعدة الحرير تؤكد على أن المقاومة الإسلامية دخلت على الخط، بل حتى المشاغلة التي يقوم بها حزب الله كان لها دور كبير في استنزاف قدرات الكيان الغاصب في الجبهة الشمالية. هذه المعادلة يعني نعتقد أن المقاومة الإسلامية في فلسطين شكلت توازن جديد وقواعد اشتباك جديدة في التعاطي مع المحتل والكيان الغاصب، وأيضا أثرت يعني نلاحظ أن الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات السابقة بدأت بعد ولا سيما بعد الانشغال بالحرب الأوكرانية الروسية ابتعدت نوعا ما عن ملفات الشرق الأوسط، ولكن بعد هذه العملية هنالك تحول استراتيجي واضح في رؤية الولايات المتحدة من خلال التفكير بضرورة حماية الكيان الغاصب. واليوم صرح جو بايدن بشكل واضح أننا حتى لو لم تكن هنالك إسرائيل فإننا كنا نصنع إسرائيل في المنطقة، وهذا خير دليل أن هناك جبهتان واضحتان. طيب دكتور. جبهة تقودها الجمهورية الإسلامية ومحور المقاومة، وجبهة تقودها الولايات المتحدة الأمريكية. طيب وفقا لما تفضلت به أستاذ محمد، يعني يتفضل دكتور فراس الياسر بقضايا مهمة منها قضية خلط الأوراق تطرق لها، وهنا نتحدث يعني بعد الاستهداف وحجم الاستنكار الإقليمي والدولي سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي لهذا الفعل، إسرائيل روجت لفكرة أرادت تسويقها بطرق مختلفة بأن حركة الجهاد الإسلامي هي من قامت بهذا الفعل وأيدها في ذلك بايدن. هل تريد تل أبيب أن تدفع كرة الاتهام عنها، وما المقصود من هذه الأكاذيب والألاعيب؟ كما تعلم صديقي العزيز بأن إسرائيل لابد أن تفعل هذا الأمر ولا بد أن ترمي الكرة في ملعب المقاومة، لأنها فعلت ذلك مرات عديدة فيما حدث مع شيرين أبو عاقلة وما حدث مع غيرها. كما أن النقطة الأخرى بأن الإعلام العالمي تسيطر عليه الصهيونية العالمية وتسيطر عليه أمريكا وإسرائيل، وبالتالي هم يروجون للأكاذيب التي أرادوا أن يروجوها. هناك عمل كثير يتم حاليا على تفنيد ما قيل وما تم الحديث عنه من رواية إسرائيلية كاذبة حول طبيعة الانفجار وحول اتهام المقاومة بأنها هي من نفذت هذا، أو هناك عملية إطلاق صواريخ فاشلة هي من قامت بهذا الأمر. لابد من الإشارة إلى أن الناطق باسم وزارة الدفاع وزارة الاحتلال، وزارة دفاع الاحتلال قال بأن هناك رادار استند إلى
أن هناك رادارات هي التي اكتشفت وجود هذه الضربة الفاشلة، مع أنه لم يثبت هذا الأمر. ولو أن هناك رادارات لاكتشفت من قاموا باجتياز الحدود في 7 أكتوبر، وبالتالي هذه الرواية الكاذبة تروجها وسائل إعلامية كبيرة. الهبة الشعبية التي قامت في كل دول العالم تؤكد أنه ما زال هناك شعوب حية. ربما أرادت إسرائيل وأمريكا أن ترهب الشعب الفلسطيني بما حدث، وأن تقول لكل من تسول له نفسه وفق رؤيتهم بأن يتحدى هذا الاحتلال بأن مصيره الموت والهلاك. هم استباحوا كل شيء من أول لحظة عندما وصفوا سكان قطاع غزة بالحيوانات البشرية، عندما قاموا بنصف بهدم المربعات السكنية، بهدم البيوت لمن فيها. نحن نتحدث عن عملية تطهير عرقي تتجاوز كل الأعراف الدولية تقوم ضد السكان الأصليين. هذا ما أرادت دولة الاحتلال أن تروجه وأن تتحدث عنه، مع أن الفيديوهات التي خرجت والبث المباشر الذي كان على قناة الجزيرة يؤكد بأن هذا القصف كان هو قصف إسرائيلي وكان متعمدا. هناك تهديدات وصلت إلى المستشفى، هناك تهديدات لعديد من المستشفيات طلب منها الإخلاء، وبالتالي هذا الإجرام كان واضحا ومبيتا له. أريد أن أضيف شيء بأن المعمداني أو المستشفى المعمداني هو مستشفى مسيحي يديره اتحاد الكنائس العالمي، وباستهداف المستشفى تم استهداف أيضا كنيسة كانت تضم آلاف النازحين. هذه الكنيسة وهذا المستشفى كان يضم آلاف النازحين قبل قصفه، وكانت تعلم دولة الاحتلال بوجود هؤلاء النازحين فيه، إلا أنها قامت بالقصف بالقنابل الأمريكية، قامت بقصف الآمنين في هذا المكان. طيب من الأساس يعني دكتور فراس، نعم، ليش يريد نتنياهو يتهرب من هاي المسؤولية، وليش أيضا بالمقابل بايدن قاتل حتى يمنح صك البراءة للأول؟ نعم بالتأكيد، أنت لو ملاحظ أنه بسبب القرارات القضائية الأخيرة والاختلاف الذي حدث داخل إسرائيل والانشقاق، هذا أثر حتى على كفاءة الجيش، يعني أن تطالع تقارير وصحف الإسرائيلية التي تؤكد على أن هنالك خلاف كبير حتى داخل قيادات الجيش. وأعتقد أن اختيار هذا التوقيت من قبل قيادات المقاومة الفلسطينية كان ذكي جدا، أن هنالك تضعضع في المشروع السياسي والمشروع الأمني والاستخباري داخل الكيان الغاصب. أعتقد حتى أنه لجوء نتنياهو لديه عدد من القضايا التي ممكن أن تؤدي به إلى السجن، هو يحاول أن يوجد له مساحة. لذلك كان هنالك تحرشات بضرب مطار دمشق، تحرشات من أجل محاولة لملمة الواقع الداخلي الممزق. جاءت هذه الضربة القاسمة من قبل القوى المقاومة الفلسطينية وحسمت هذا الخيار. أعتقد ما تتميز به الآن فصائل المقاومة الإسلامية الفلسطينية والمحور بشكل عام هو مساحة تعدد الخيارات. هنالك خيارات متاحة على المساحة الجغرافية للشرق الأوسط، بعكس ما تمتلكه إسرائيل وما تمتلكه الولايات المتحدة من ضيق في الخيارات. حتى الحلفاء شاهد أنه السعودية في الآونة الأخيرة ذهبت باتجاه الصين. لذلك واحدة من الأمور التي جعلت من بايدن يتصدى لهذا المشهد ليس فقط هو حفظ أمن إسرائيل، بل ربما أصبحت إسرائيل ثقل على كاهل الولايات المتحدة. ولكن الرسالة التي تريد أن توصلها واشنطن إلى المنطقة وعلى الخصوص إلى الحلفاء في الخليج أننا لازلنا موجودين، والولايات المتحدة لديها القدرة للسيطرة والهيمنة وفرض النفوذ. ولكن الواقع الحقيقي، وهذا ربما غير قناعات حتى الأنظمة الرجعية الخليجية وعادت حساباتها في التعاطي مع الولايات المتحدة، هنالك تراجع واضح في خيارات الدول الخليجية، لأن هنالك توقع، وهذا ما تكلم به حسن نصر الله وزعامات وقادة المقاومة الإسلامية في المنطقة والسيد الحوثي، إننا في حالة توسع الرقعة الجغرافية للمواجهة، يعني خارج إسرائيل سوف نستهدف كل المصالح حتى الخليجية، لأن نعرف أنه القواعد الأمريكية منتشرة في البحرين وفي الكويت وفي قطر وفي الإمارات وفي السعودية. فبالتالي باتت تخشى هذه الدول من أن تثق بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي على
شرفي على شفا جرف نهار، يعني بأي لحظة ممكن أن تتوسع رقعة المواجهة، وهذا ما تخشاه الولايات المتحدة الأمريكية. والإسراع في مجيء بايدن إلى تل أبيب هو لمحاولة لملمة أوراق إسرائيل والحؤول دون توسع الصراع، لأن أعتقد أن الرسائل التي أوصلها عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني كانت واضحة، أنه ممكن في الأيام القادمة أن تكون هنالك عمليات استباقية، ليس بالضرورة أن تكون هذه العمليات منطلقة من فلسطين، لأننا في المحور المقاوم نعتمد مبدأ وحدة الساحات، فبالتالي ممكن أن تعالج القضية الفلسطينية في الساحة اليمنية أو في الساحة العراقية، وخير دليل هو العمليات الأخيرة اللي قامت بها المقاومة الإسلامية في العراق بضد من القاد، وهذا ما جعل الكيان الغاصب حاليا يتخبط. لذلك هو ذهب إلى محاولة ضرب سكان غزة والإسراف في القتل والسعي على إلى الإبادة الجماعية لهذا المجتمع، لأنه ما يمتلك خيارات. أيضا 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 هذا الذهاب إلى هذا المستوى من التوحش من أجل يقال عنه تسخين الساحة، يبحثون عن منفذ للتفاوض، تفاوض حتى لو كان نصر وهمي لشراء وجه إسرائيل، وهذا ما تتمنع منه قيادة المقاومة الإسلامية في كل المنطقة وعلى الخصوص المقاومة الفلسطينية. هم الآن حقيقة، وهذا واضح يعني لأي قارئ بسيط، أنه هذا هذه الضربات للمؤسسات التعليمية والخدمية دليل عدم قدرتهم، حتى فكرة اجتياح غزة تقريبا قد ألغيت، لأنهم علموا أن هنالك استعدادات داخل غزة من قبل المقاومة الفلسطينية، وهنالك تحذيرات من رجالات الاستخبارات الأمنية والعسكرية في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تنذر وتحذر الكيان الغاصب من الدخول إلى غزة، لأنها سوف تكون مستنقع لقتل آلاف الجنود الإسرائيليين. هذه المعادلة برمتها جعلت من الكيان الغاصب يذهب باتجاه إزهاق أكبر عدد من أبناء المجتمع الفلسطيني. هذه المعادلة كانت هي اللوغاريتم الصعب، ولكن في الطرف الآخر أستاذ محمد، بعد الغارة الإسرائيلية ألغيت القمة الرباعية المقررة أن تعقد في الأردن، هذه رسالة كبيرة تعتبرها من قراءتك الشخصية، أرسلت من الدولة المستضيفة اللي هي الأردن، لو هي نتاج تشاور مع دول المنطقة. كمواطن أعيش تحت هذه في هذه الحرب، أرى بالفعل أن هذه الخطوة كانت خطوة إيجابية من الدول التي كانت تستضيف هذه القمة، والتي أعتقد أن جزءا منها كان لتصفية القضية الفلسطينية وإنهائها، وربما كانت الاتفاق فيما إذا ما تم الانتهاء من غزة ماذا سيكون ماذا بعد. وبالتالي نحن نقدر طبعا القرار الذي اتخذه الرئيس أبو مازن بالانسحاب، وحتى خطابه الذي ألقاه كان خطابا يحمل الكثير من الإيجابية، على الرغم من وجود بعض النقاط التي نأخذها عليه كشعب فلسطيني. كما أن الأردن أعتقد أنها بإلغائها لهذه القمة أعلنت عن استنكارها، وهو أقل شيء يمكن أن تقدمه نتيجة لهذه المجزرة. وربما الموقف الأكبر الذي نراه موقفا مهما جدا هو موقف الأشقاء في مصر، والذين ما زالوا حتى الآن يمنعون إتمام خطة التهجير التي تحدثت عنها دولة الاحتلال منذ اللحظات الأولى لهذه المعركة. كل الفلسطينيين الموجودين في قطاع غزة لا يرون في أنهم يريدون أو يرغبون أو لديهم أي فكرة تتعلق بالخروج من غزة، لأن أجدادنا خرجوا في العام 1948 وقالت لهم الدول العربية سوف تعودون إلى بلدانكم، ولم يعودوا. وبالتالي نحن لن نخرج من قطاع غزة إلى أي دولة أخرى، حتى لو أبدنا، حتى لو تمت إبادتنا في قطاع غزة نحن باقون هنا. وبالتالي الهبة الجماهيرية التي تمت في كل الدول العربية أو معظم الدول العربية والإسلامية هي مهمة جدا، عبرت لنا أن هناك شعوب عربية حية ما زالت تدافع عن قضيتنا. أعلم أن الحكام خذلونا وأنه تم خذلاننا بشكل كبير، ولكن نحن ما زلنا صامدين، ونحن نعرف
أن في لحظة من اللحظات سيكون هناك تدخل من بعض الدول أو من بعض الحلفاء، وبالتالي هذا الأمر مهم جدا في تعزيز صمودنا وتعزيز بقائنا في قطاع غزة. نحن نتقاسم الخبز الآن في قطاع غزة، نتقاسم شربة الماء في ظل هذا الوقت الصعب. نحن نتكلم، وكما ترى نحن نستخدم وسائل بديلة للحصول على الكهرباء لعدم وجود وقود، عدم وجود كهرباء، وبالتالي هذه هي الحياة التي أرادت إسرائيل أن تعيدنا إليها، أرادت أن تعيد قطاع غزة إلى العصر الحجري. حتى لو عدنا للعصر الحجري فنحن باقون هنا، باقون على أرض غزة. طيب دكتور فراس، هاي المؤشرات شنو تتطلب يعني من المقاومة للتجهز للاستعداد لاحتمالية المعركة؟ هل من الممكن راح تكون هذه المعركة طويلة الأمد؟ يعني بالتأكيد هي المقاومة الإسلامية، وأعلنت سابقا أنه هنالك عمليات مشتركة ما بين المقاومة الإسلامية في العراق واليمن وسوريا، هنالك تعاون وتنسيق عالي مع المقاومة الفلسطينية، وإلا مع التجربة الرائدة للقوى الفلسطينية خلال السنوات السابقة، إلا أن الإسناد والظهير الأساسي الذي دعم موقف المقاومة الإسلامية وعزز وجودها في فلسطين هو وجود هذا الظهير من القوى المقاومة ووجود الجمهورية الإسلامية. لذلك حقيقة لا نعول على الأنظمة العربية والأنظمة التي لطالما تلاعبت وباعت واشترت بالقضية الفلسطينية، حتى أن الموقف خجول من الجامعة العربية وموقف خجول، بل هي أضحت واضحة أن هذه الدول العربية التي كان يعول عليها بعض الناس، بعض الذين لم يفقهوا حقيقة هذه الأنظمة الوظيفية، إنه هذه الأنظمة تعتاش على القضية الفلسطينية، تعتاش على المجتمع الفلسطيني، هي تساوم على راحة وعلى دماء الفلسطينيين. أعتقد القضية خرجت من دائرة القرار العربي إن صح التعبير، وباتت بين يدي قرار محور المقاومة الإسلامية، هو المتصدي، هو الذي يحمل شعار تحرير فلسطين، وأيضا رجعت قضية فلسطين وعادت إلى الساحة العربية الإسلامية. كانت هنالك فصل ما بين الشعوب الإسلامية العربية وما بين الأنظمة الحاكمة التي تتلاعب بالقضية الفلسطينية. هذه العملية، عملية طوفان الأقصى وهذه الجرائم القاسية، أعادت وشكلت صدمة لدى الوعي العربي الإسلامي، ونشوف أنه أكو تعبئة جماهيرية. اليوم خرجت الجماهير في العراق، خرجت الجماهير في إيران بأعداد كبيرة قبل فترة، والآن خرجوا أعداد كبيرة خرجت في اليمن. هذا التعاضد وهذه المساندة يؤكد ويؤشر إلى نقطة مهمة، أن القضية الفلسطينية كانت ولا زالت هي المحور الأساسي في الذهنية العربية وقلب الإنسان العربي، وهذا ما لم تتمكن لا الولايات المتحدة الأمريكية ولا المشروع الغربي ولا الكيان الغاصب على إزاحة هذا الحب وهذا الود وهذا التعلق بالقضية الفلسطينية. أعتقد أن المسار، يمكن يعني تعقيبا على سؤالك فيما يخص أن أمريكا ومجيء بايدن، هو يبحث عن حالة من التفاوض، حالة من التسوية. يعني عندهم ملف الأسرى، ملف جدا مهم، هنالك شخصيات وقيادات تمكنت المقاومة الإسلامية الفلسطينية من أسرها، هنالك أيضا كثير من الأجهزة والتقنيات التي حصلت عليها. نعم أنا أشكرك شكرا جزيلا دكتور فراس الياسي، عضو المجلس السياسي لحركة النجبة، ضيفا كريما في الاستوديو، والشكر كثير لحضرتك أستاذ محمد عبد الهادي الناشط المجتمعي، حدثنا عبر سكايب من غزة. نتواصل وإياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل، نتابع. في زمن الحرب، زيارة بايدن لإسرائيل أسئلة صعبة عن المصير من الصديق.
مجددا حياكم الله مشاهدي الاحبه بهذا الملف، ورحب بضيفي الكريمين في الاستوديو الدكتور احمد الشريفي الخبير الامني والاستراتيجي، حياك الله دكتور، وكذلك ينضم معي عبر الاقمار الاصطناعيه السيد سلام صدري الباحث في الشان السياسي من طهران، حياكم الله. دكتور احمد، يعني بايدن من تل ابيب يقول على اسرائيل ان تواصل الرد على حماس، اعطاء ضوء اخضر اضافي لقوات الاحتلال الصهيوني في سلوكيات القصف على غزه، نقراه هكذا ام دفع نتنياهو بهذا الموضوع الى اقتحام بري واعطاء اشاره اخرى لنتنياهو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك انه احنا امام استحقاق يمثل معادلة جديدة، وهي انطلاق مشروع الشرق الأوسط الجديد بمعطيات بنيوية يعني ميدانية، لأنه لو تلاحظ ما يجري في غزة هو بدوافع وأهداف دفع الكتلة البشرية المتواجدة في غزة إلى سيناء، وهذا جزء من مشروع الشرق الأوسط الجديد القائم على تقسيم المنطقة إلى دويلات، وقطعا حينما تقسم إلى دويلات من 54 إلى 56 دويلة، فيعني ذلك أن إسرائيل ستصبح صاحبة اليد الطولة في التحكم اقتصاديا وعسكريا في المنطقة. ومسألة الآن ما يجري في غزة وليس بعيد عن مسار تفاوض انطلق عام 2010، وكان الغاية منه عرض إلى مصر أن نقدم لكم إسقاط ديون ونقدم لكم 40 مليار دولار مقابل أن تستضيفوا أهل غزة في سيناء، وبالمقابل أيضا هناك ضغط في الضفة الغربية باتجاه دفعهم باتجاه الأردن، وهذه قضية التفاوض على صحراء النقب وما إلى ذلك واضحة جدا، هي ضمن أطر مشروع. هذا المشروع هو مدعوم من قبل الولايات المتحدة، ولربما ازدادت الحاجة في هذه الفترة يعني بعد أزمة أوكرانيا وتعسر تدفق الغاز الطبيعي إلى أوروبا، نجد أن هناك اصطفافا جديدة ينضم إلى التحالف الاستراتيجي بين الولايات المتحدة وبين إسرائيل، وهو التحالف الأوروبي، والذي بدأ بشكل واضح جدا وأعلن عن دعمه لإسرائيل في هذه المرحلة تأسيسا على مسألة الاستحواذ على الإطلالة البحرية لغزة. غزة، وهذه قضية يجب أن يطلع عليها الرأي العام، غزة تطل على ثلاثة حقول غاز عملاقة ممكن أن تعوض ما خسرته أوروبا بأحداث روسيا في نورد ستريم 1 اللي كان يمر عبر ألمانيا، ولذلك لاحظ أنه أكو موقف ألماني أيضا متشدد رغبة في إيجاد موطئ قدم في الاستثمار في المنطقة. فإذا نحن أمام انطلاق مشروع وأمام خيارات صعبة تقتضي أن تحضر فيها العقلانية والقراءة العلمية والموضوعية، يعني وفقا لهذه القراءة الموضوعية ذكرتني بخطاب السيد عادل عبد المهدي بالاستعداد إلى مواجهة بل إلى حرب طويلة الأمد. هنا نتحدث عن قضية المواجهة، المقاومة هي التي تواجه أم الحكومات هي التي تواجه تضامنا مع فلسطين؟ إقليميا لا توجد مواقف موحدة حتى على المستوى الجماهيري، يعني حتى على مستوى الدعم الشعبي نجد أنه هناك وحدة رؤى وتوجهات لكنها لا ترتقي إلى مستوى وحدة الموقف. لا زال الانقسام الذي لطالما راهنت عليه دول كثيرة وفي مقدمتهم إسرائيل على الانقسام العرقي الطائفي الإثني وما إلى ذلك، وهذا طبعا ينعكس على القرار الرسمي العربي في وحدة موقف، لكن في تقديري أن المرحلة القادمة سيكون فيها الصراع صراعا نسبيا محدود، وأنه الحرب ستكون حربا محدودة وليست شاملة، إدراكا من الجميع أن الحرب الشاملة التي ستعصف بالشرق الأوسط ستمتد بما لا يقبل الشكل أن تكون حربا عالمية ثالثة، والكل يخشاها لأنه هذه حرب ستحضر فيها أبعاد التقنية العالية ولربما تؤدي إلى إبادة البشرية جمعاء، ففيها محاذير كثيرة. لذلك الآن الخيار هو التهدئة وعدم التصعيد وضبط النفس من قبل الجميع إدراكا منهم لتبعات حالة الانفعال الميداني. طيب دكتور أيضا اسمح لي أن أنتقل إلى السيد صدري، نتنياهو حشد جيشه على الحدود
راح يتجرع على اقتحام بري فعلا حسب قراءتكم، ام ان بايدن قد اقنعه بالعدول عن هذه الفكره؟ تحيه طيبه لك ولمشاهديك الكرام ولضيفك الكريم لك كل من بغداد. حقيقه الاحتلال الان يجس النبض، يعني بدا عمليه التحشيد ومن قبلها الهجمات الجوية والصاروخية والبحرية لكي يرى هل بإمكانه أن يشن عملية عسكرية برية محدودة في شمال القطاع أم لا. كان الحديث بأن تتم هذه العملية البرية الأسبوع الماضي، على ما يبدو بأن المعلومات التي حللها الاحتلال وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية تشير إلى أن هذه الإمكانية لم تتوفر حتى هذه اللحظة، لأن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة لا زالت تواصل عملياتها بشكل متواصل، يعني من عمليات كار وفار وتسلل إلى إطلاق الصواريخ ولم تتوقف. أصلا قضية إطلاق الصواريخ من القطاع لم تتوقف، وإن يعني كان لها وتيرة بين نزول وصعود، ولكن لا زالت المقاومة مستمرة. ومن هنا لم يجازف الاحتلال بشن عملية برية وإن كانت محدودة في القسم الشمالي من القطاع، لا زال يجس النبض. وأيضا هنالك عوائق أخرى تمنع الاحتلال من شن هذه العملية بشكل سريع، وهي عدم اطمئنانه من بأن تكون باقي الجبهات مثل الجبهة الشمالية تبقى هادئة وساكنة. هو الآن وكذلك حلفاء يحللون إمكانية يعني عدم تدخل أو عدم فتح الجبهة الشمالية ودخولها في القتال والصراع. إذن هو غير مطمئن من هذا الجانب، ولهذا يسعى إلى أن إذا وصل إلى قناعة ويطمئن من ذلك الجانب، وكذلك يرى بأن المقاومة داخل قطاع غزة باتت تخف، من المحتمل أن يشن عملية برية محدودة في القسم الشمالي للقطاع. لكن إذا حدث ذلك ودخلت القوات البرية للاحتلال الإسرائيلي تلك المنطقة، هل سيكون خروجها من تلك المنطقة أو السيطرة على تلك المنطقة سهلا؟ هذا من ناحية الاستراتيجية العسكرية يعني الحديث عنه يقول لا، لأنه الجيوش النظامية في الكثير من المعارك بإمكانها أن تدخل إلى منطقة، لكن عندما تواجه مقاومة بالطريقة اللي تنفذها حماس أو الجهاد الإسلامي أو حزب الله اللبناني من الممكن أن لا تتمكن من الاستمرار في عمليات الكر والفار وتعطي خسائر أكثر. وهنا أيضا هذا العائق الآخر الذي يمنع من شن عملية برية كان الحديث عنها بأن ستكون مبكرة وسريعة وحاسمة. لا، أما الموقف الأمريكي اللي تفضلت عنه، يعني ممكن بأن أيضا هو اللي منع إسرائيل، أنا أتصور لا، الولايات المتحدة الأمريكية لم يعني تقف عائقا أمام التحركات الإسرائيلية. ونرى يعني حتى على الصعيد الإنساني الولايات المتحدة الأمريكية لم ترسل بطاقة حمراء للاحتلال لكي تقول له قف، كفى استهداف المدنيين العزل في غزة. ومن هنا استبعد ان تكون الولايات المتحدة، ومنذ اليوم الاول يعني عندما اتصل نتنياهو ببايدن لم يقل له، وفق ما اشارت اليه وسائل الاعلام الامريكية،
لم يقل بايدن لنتانياهو الولايات المتحدة لا تقبل بأن تقوم تل أبيب بشن عملية بوية على القطاع. طيب. لذا إذا اسمح لي سيد السلام، نعم. هنالك جاس نبض، كما هنالك جاس نبض فيما يخص الضفة الغربية أيضا، يعني الاحتلال يخاف من اندلاع هناك تحركات شعبية واسعة، وأيضا المقاومة أيضا هناك أيضا تتحرك ضد الاحتلال وتفتح جبهة أخرى أيضا هناك. هسه جبهات على داخلية وخارجية، إذا تسمح لي سيد سلام، يعني موضوع أمني حساس جدا، دعني أنقله إلى الدكتور أحمد الشريفي. هذه الجبهات على المستوى الخارجي ووحدة الجبهات ناقشناها في حوارات سابقة، ولكن بالإضافة إلى ورقة الرهائن وتلاحم محور المقاومة على جبهات عدة، حماس دكتور تمتلك أنفاق استراتيجية توصف بأنها مدن أرضية، شنو طبيعة الدور اللي راح يضيفه سلاح الأنفاق للمعركة؟ أحسنتم. هو ربما ما يبرر تردد إسرائيل في الاقتحام والرهان على السقوف الزمنية لثلاثة أبعاد: البعد التعبوي والبعد الاستراتيجي والبعد الذي يتعلق بشخصية نتنياهو أصلا. هو أساسا مدرب ضمن فرقة المهام الخاصة، ومن يجري تدريبه وإعداده ضمن مفاهيم الحروب الخاصة لا يميل إلى الحرب المفتوحة والحرب الشاملة. أما مسألة البعد الميداني تعبويا، هو يخشى من قضية الاشتباك المباشر مع غزة، لأنه سيشتبك مع قوة عقائدية وتحمل مبدأ المقاومة وهي استشهادية. فبالنسبة إلى الجبهات، هو يخشى تعدد الجبهات بأبعادها التالية: جبهة داخلية فيما يتعلق بعرب 48، جبهة غزة وهي مفتوحة، جبهة حزب الله، وجبهة الجولان، و الضفة الغربية. فإذا هو يتوقع أنه سيواجه خمسة جبهات ليست هينة، ولربما سيكون أشد حذرا من الجبهة مع حزب الله لما يمتلكه من قدرات تسليحية وقدرة عالية جدا على مسك الأرض، ولديه خبرة في المواجهة والاشتباك مع إسرائيل في سلسلة عمليات خاصة أو حروب. فإذا نصل إلى حقيقة مؤداها، أن هذا التردد دفع إسرائيل إلى استخدام طائرة الـ F-15 سترايك إيجل، بالتحديد هذه الطائرة اللي طبعا حاملة الطائرات جيرالد فورد هي تحملها. هذه الطائرة هي اللي تحمل صواريخ الجي بي يو 28. الغاية منها أنهم يتوقعون بعد عملية التجريد أو ما يطلق عليه ليس الحرث للأرض، أي بمعنى تدمير البنى التحتية وإبعاد البشر وتأمين بيئة تعبوية ضامنة لاندفاع آمن أو هجوم آمن، لكن هو في هذا الوقت يقرأ مسرح الأحداث فوق سطح الأرض. بنى تحتية ممكن أن تتحصل بها حرب العصابات حماس وتمارس مشاغلة وتعرض، أو انفتاح أرضي عبر حرب العصابات. الأنفاق هي الأخطر، لأن هناك حرب يطلق عليها بحرب الأنفاق، لذلك جاءوا بهذه القنابل اللي هي الجي بي يو 28 اللي لديها قدرة النفاذ إلى الأرض بعمق 30 متر. ليش اختاروا بالتحديد هذه الأعماق؟ يعني عالجوها فنيا إدراكا منهم أن بعض الأنفاق تتخطى الحاجز بين غزة وبين إسرائيل، واللي تحت الأرض يمتد تحت الأرض 30 متر، فوق الأرض 6 متر. طيب. فلذلك هم بالحقيقة هيئوا الوسائل التقنية إضافة إلى التعبوية، ولا زالوا في حالة تردد، والتردد طبعا هذه الأبعاد كلها حاضرة. لذلك أتفق مع ضيفك الكريم أنه الحرب ستكون حرب طويلة الأمد، تعتمد على أسلوب التجريد الجوي والاستنزاف. طيب. لربما للسقف، وهذه هذا ايضا مؤشر جدا خطير ومهم للدراسه. استاذ سلام، شنو مؤشرات ان المعركه راح تكون طويله الامد؟ ما هي الدلائل اللي يستند عليها السيد عادل عبد المهدي فرضا عندما
أكد اليوم في خطابه على ضرورة الاستعداد على كافة الصعد والمجالات لمواجهة معركة طويلة الأمد تنتظرنا. أستاذ سلام، في الواقع الكل يشير إلى أن هذه المعركة ستكون طويلة. الجانب الإسرائيلي الاحتلال ومنذ البداية عندما تحدث عن شن عملية واسعة النطاق على قطاع غزة أيضا قال بأن هذه العملية لن تكون سهلة وستكون طويلة. اليوم الرئيس الأمريكي بعد لقاءاته مع نتانياهو والحكومة الإسرائيلية المصغرة حكومة الحرب أيضا صرح وقال بأن هذه الحرب ستكون طويلة. يعني هذه المرة إسرائيل ستواجه حربا تفرق عن الحروب السابقة اللي كانت خاطفة وسريعة، إما أن كانت هي تشنها أو عندما تشن عليها الحرب عندما تريد أيضا كان غدها سريع وخاطف وتنهي المعركة بأجل قريب. هذه المرة أيضا صحيح الجميع متفق على أن هذه الحرب ستكون مختلفة وستكون طويلة وطويلة الأمد وليس بالسهلة. بالطبع الأستاذ عادل عبد المهدي يشير إلى أن على شعوب المنطقة والشعوب اللي تقف مع محور المقاومة أن تواصل تحركاتها بشكل مطول بدون توقف بدون كلل وملل على كافة الصعد، يعني ناهيك عن الصعيد العسكري اللي هو إلى ناسا وخبرائه، لا هنالك صعيد التحشيد الشعبي يجب هذا أن يستمر، التحرك الإعلامي يجب أن يستمر، التحرك الدبلوماسي أيضا مطلوب يجب أن يستمر من أجل أيضا تخفيف معاناة أهل القطاع ووقف الاعتداءات المستمرة اللي ترتكبها إسرائيل على المدنيين العزل وأيضا العمل على كسر الحصار الإنساني ناهيك عن الحصار العسكري. هنالك حصار إنساني مطبق يطبق على المدنيين داخل قطاع غزة الهدف منه يعني إسرائيل الاحتلال يهدف من وراء ذلك الضغط على حماس والجهاد وقوى المقاومة هناك كي تتراجع أو تستسلم. هذا يجب أيضا أن يلحظ ويتم العمل عليه دون توقف لأنه هذا صحيح ستكون هنالك معركة طويلة الأمد تحتاج إلى نفس طويل إلى صبر وإلى تضحيات إلى جانب التحرك الشعبي والدبلوماسي والسياسي أيضا. أنا أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ سلام صدري الباحث في الشأن السياسي حدثنا عبر الأقمار الصناعية من طهران، والشكر الكثير لحضرتك الدكتور أحمد الشريفي الخبير الأمني والاستراتيجي ضيفا كريما في الأستوديو. شكرا جزيلا لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.